السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كريم زياني، وين جا باش يخدم، يعني جاب مشروع. هاد الناس يجوا مشاريع، ما يجيش غير هكا، يبدا من نقطة الصفر. شاهدنا كيفاش جاب الصحافة تاعنا، صحافة يعني صحافة ما فهمتش أنايا. واحد جاي يخدم في شبيبة القبائل، جاي النادي يخرج الصحافي يقول له شا تقول على جمال بالماضي؟ شا غادي يقول على جمال بالماضي؟ واش بغيتوه يقول على جمال بالماضي؟ تحوسوا على فتنة. قال لك أنا جيت لشبيبة قبائل، عنده الحق. وين جيت أنا نخدم؟ أنا مانيش مناجر تاع ليكيب ناسيونال، أنا مانيش مسير، أنا لعب في ليكيب ناسيونال، قدمت الفريق الوطني، كملت مشوار تاعي يعني، وكسب محبة تاع احترام كل الجزائريين، خاطر علاه زياني يحترمه الكبير والصغير في الجزائر، يحترمه الكبير والصغير في الجزائر. بصح كاينه حاجة نتمنى له ينجح، ما يصرالوش كيما مصير عنتر يحيى، خاطر علاه عنتر يحيى العام اللي فات كي جات إدارة جديدة جابوه عنتر وحنا هدرناها مسكين غبنوه، عرفنا بلي يا ودي المشروع تاع 4 سنين ومشروع تاع 20 عام مكانش الجزائر، مشروع لازم كيما راه يهدر آشيو قال لهم بلي عندنا كاع الإمكانيات وسنا نديرو، ما يبغو حنايا ما عندناش في رسالنا، ما قريناش على تاع مشروع دير مشروع روحك، مكانش تاع دير مشروع روحك. تاع خدم بالسياسة ودير مشروع، حنايا تحل حانوت يبغي بالخاف يولي دخل 60 مليون روسات، يبغي بالخاف يدخل 60 مليون روسات. حنا مكانش تاع مشروع المدى البعيد، حنا يحوس المدى القصير، تجي تخدم جيب لي لي تيت ما نقارعلكش أنا، ويا لا كي دير مشروع غادي يدمر لك 10 سنين، ما تجيب تلحق 10 سنين تكون مجد مشروع ما بعد 10 سنين. هي كيما علاش تسيب الأهلي مطاش، علاش تسيب لي زيكيب كبار ما يطيحوش عليه؟ علاش تشوف لي زيكيب كبار ما يطيحوش؟ خاطر علاه يخدموا مشروع ديزون، ما يجيب يلحق ديك ديزون يكون كمل المشروع الثاني، قلع في المشروع الثاني ما يطيحش. احنا لازم تكون منافق مع الجماهير، كيما راه يدير اسيون ستارب اسيون راه يدير يخدم في خدمه يعني واش يبغوا يعني، قال لهم عندنا كلش وسنا نجيبوا اخويا وسنا مالكم، كيما يديروا يقلع نص الشامبيونا يقولون بين إدارة بين تستقيل مالكم شخصكم خاصنا الدراهم اكو الدراهم، مي يكمل العام يدير لهم كيما هكا الجوار الفلاني والكارديا الفلاني كيما دار يحياوي تاع لامسيو، قال لهم فلان 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 باعوا كان على بالنا بلي هم بايعين، بصح اودي روح روح نورمالمون فما الناس يطيحوا بيك بالميكروات للوجه 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 للوجه، الشيطان هذيك ماشي خدمه هذي. انا بين نفهم حاجه واحده برك، مي جا وقال له زياني قال له كوت جمال بالماضي، جمال هو واش غادي يقول على جمال بالماضي؟ هو ما راش هادو ناس ما همش خلاطين تاع يعرفش، هذا خدام في نادي راه خدام في نادي ما عندوش حاجه وحده اخرى اللي غادي يقول لك عليها ولا غادي يجيب لك حاجه عليها ولا يجيب لك ايستوار. هو قالوا له على جمال الناس بيقول لك واحد اليوتيوبر واحد مخنس تاع يوتيوبر كذاب يعني يدير كلش، قال لهم زياني يقسم بالماضي يا ودي وين قسمه؟ قال لهم انا قالوا له على بالماضي قال لهم نو، قال لهم انا جيت نخدم جياسكا ما على باليش كاين انا ليكيب ناسيونال الداخل رانا نربحو، رانا نشوفو بلي رانا نربحو كل ماتش نربحو، عندنا 29 بارتي بدون انهزام. انا تبان لي بلي السؤال هذا تاع فتنه، انا تبان لي سؤال تاع فتنه. انتم علاش تسقسوا غير زياني؟ سقسوا اسيو، سقسوا الناس اللي يخدموا في الاتحاد في الدي ماناجير في لي زيكيب، علاش سقسيتو غير زياني؟ علاه زعماك على اسم زياني وزي ثقيل في تديروا به اشاعه؟ عيب عليكم، خلوا ليكيب ناسيونال قدوه. وكنتم تدعوا بانكم تحبون الفريق الوطني، بصح في الحقيقه والله العظيم وتسيبوه يربي راه داري وصاي، يربي راه داري. شوف كيفاش
وين بغاو يدخلوا عن طريق يا مازم بالما على بالك كاين كاين شوف نعطيكم التالي كاع راك تشوف مين حسوا بالخاطر بيهم داير انا على بالي هادو انا نجيب على بالي اش كاين يا جماعه وما نجيبش نقول لكم كيفاش شكون وعلى بالنا ونعرف ناس كذبوا عليكم قالوا لكم نعرفوا مرت راموس هاي رايح لاشبيليه امنتوه حنا نجيبوا لكم هكا تسمعوا بالصوت وكل شيء امنتوه شنو يقولوا لكم قالوا انتوما تحقروا بالعين المهم انا اللي بيأمن يأمن ما يأمنش الله يسهل خاطر علاه شفنا بزاف ولا حضرناهم وخرجوا المهم ناس اللي خرجوا هذه تاع المؤامره عرفوا بالخاطر داير بيهم وعرفوا باللي ناس يفيق بيهم شتي يديروا قلبوا جاما بالماضي حطوه كمصر جاما بالماضي قالكم مؤامره شي جاما بالماضي ما هدرش مؤامر جاما بالماضي وراوه يلعب سات وراوه في الستاد يعني كو بنادم راه مغموم وراه مهموم ما يروحش كاع للستاد والله ما على بالي كاع بكم هو راح للستاد نورمال مكان والو عادي في البلدي انتوما برك زايدين فيها وصايك هذا مكان انتوما راكم زايدين فيها ما بغيتوش تحشموا زيد اليوم وين هذا الصحابي اللي قال اللي قال زياني على بالكم ما كيديروا هما مشكله ولا مش مشكله مشكله ويش هذا الصحافي اللي جا وطرح سؤال على زياني نورمالمون مسيو زياني لو بروجي في جي اس كا منا 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 يهضر له البروجي تاع جي اس كا ماشي تقول له جاما بالماضي جاما بالماضي قال بجي اس كا الرب العاليها جاما بالماضي اونترينر في منتخب وطني جزائري وزياني جا لجي اس كا تسمى انت كي طرحت عليه السؤال على جاما بالماضي يعني جاما بالماضي في راسك راه جي اس كا ولا زياني جاي يخدم في الاتحاديه الجزائريه مالكم اودي دو سمون مالكم غير بشويه اي بشويه مالكم انتوما جيتو هذا الصحفي مرسول رسلوه قالوا له نتايا جبد له بالماضي جبد له بالماضي جبد له بالماضي هذاك ذكي قالوا لا انا جيت جي اس كا جاما بالماضي قالوا انا ما عنده حتى حاجه معاه شحال لعب كاع معاه شحال لعب معاه ما لعبش معاه بزاف زياني مع جاما بالماضي ما لعبوش بزاف شحال لعبو كاع هانا نشوفو سبحان الله هاو خارجين جايين جايين بالخف طق 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 مالكم تحوسوا غير الفتنه وتحوسوا على مشكله تدمر مشكله من مشكله تاع مؤامره بغاو يروحوا يديروا مشكله تاع كيسموها تاع غير قيله راهي عندي وقيله وقيله شو شو سجل لك شوف هذه قناه الشروق شوف امنوني بالله يا جماعه انا هذا حبيبنا يرسل لي ويقول لي شكاي حمالو شو شو يديروا شوف راك تشوف ما تهدروليش على بالماضي عيب عليكم يا ودي ما قالش عايش شوف نسمعوا واش هضر نسمعوا واش هضر السماء اش قالوا قالوا كيف ترى كيف يرى كريم زياني اداء المنتخب بقياده جاما بالماضي اش قالوا قالوا لكم بلي ما تجبدوليش عليه شو الناس كيفاش كما صاوا قال لك زياني عندنا مده ما سمعناش به بصعب الماضي في القمه وان شاء الله مربو يا ودي عيب عليكم ديروا فتنه ما بين جزائريين والله عيب عليكم على بالكم اصلا راكم ديروا هو قال ما تجبدوليش على بالماضي كان انا جاي انا راني في جياسكا في جياسكا قال لك والله العظيم لا على بالك هذا مرسول هذا انا نعرفه هذا الصحابي تاع النهار وباين ومعروف والولاء تاعو باين وكلش
هذا من الناس اللي كان يقول لك باللي غادي الفيفا غادي تعاقب الجزائر، كانوا فرحانين كانوا يجي يعرضوا الفيفا غادي تعاقب، راني قلنا لكم فرحانين.